عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. قلنا لكم في الجزء الأول من حلقتنا النهاردة إن مع ابتداء الأجازة الصيفية كتير جدا من الأهالي بيشتكوا إن ولادهم قاعدين ما بين متلطعين على الكنب، متلطعين على الحيطان، قاعدين زهقانين ومش عايزين يعملوا حاجة. طبعا الوضع بيكون أحسن نسبيا في حالة لو كان الأولاد أصلا بيمارسوا رياضة، ففي الصيف اللي يعني ما عندهمش الأهالي المشكلة دي، لكن الناس اللي عندها أولاد لا يمارسوا رياضة ولا يميلوا لإن هم يعملوا أي حاجة مفيدة، نتصرف إزاي مع الأولاد دول من غير كمان ما يبقى فيه قهر بالنسبه لهم؟ تعالوا نتكلم في هذا الامر ونفتح هذا الملف مع الدكتوره وسام منير، مدرس التربيه الخاصه بجامعه مصر وايضا خبيره الاستشارات النفسيه والتربويه. صباح الفل عليكي واهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك. صباح الخير. صباح الهنا عليك يا دكتور، وبتنورينا دايما. ميرسي. وكل ما كل حلقه بيبقى فيها دايما، كنت معانا من شهر حاجه زي كده، بيبقى فيه جديد وبنبني على كمان اللي فات. احنا بنتكلم دلوقتي تحديدا في ملف الاجازات، وطبعا كل الاهالي وتحديدا كمان لو هتكلم عندنا في مصر بيبقى نفسهم ان الاولاد يعني بالاعمار المختلفه ان هو يستفيد بالاجازه ويفك عن موضوع الامتحانات، بس في نفس الوقت ما تروحش كده. يعني دي الاهالي اللي هي عندها نوع من الوعي والثقافه، في اهالي تانية ما بيفرقش معاهم، هنجيلهم دول. خلينا في العيال اللي عندها هذه الوعي او هذه الثقافه، ونبتدي نقارن نفسنا بالخارج. يعني انا كنت بقرا بعض المقالات الخاصه بالملف ده في امريكا وغيره، هناك بيشغلوا اولادهم، بيخلوهم يطلعوا فلوس، بيخلوهم يتعلموا حاجه جديده. مش كل الناس تقدر تسيطر، بس هو المفروض يكون الثقافه عند الطفل اصلا هو عايز ده. مش بجبره انه يروح يتمرن، مش بجبره على حاجه، لان الاجبار على اي حاجه ما بتدلش على اي نجاح. انا في البدايه طبعا مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده. ميرسي. طبعا خلصنا بقى امتحانات وخلصنا دراسه والحمد لله النتيجه ظهرت، وبنقول طبعا كل اخواتنا واولادنا طبعا من الطلاب الثانويه العام او حتى الجامعات يعني مبروك على النجاح. خلاص بعد ما خلصنا كل الضغوط النفسيه اللي احنا مرينا بيها دي كلها، نبدا بقى في مرحله جديده، مرحله الاستمتاع، ان احنا عاوزين ناخد نفسنا كده نفس عميق علشان نبدا بقى ايه نستمتع بالاجازه. عاوزين مود، عايزين روح حلوه جوه البيت، عاوزين نتخلص من كل الضغوط النفسيه والقلق والكآبه والتوتر اللي احنا كنا فيه طول الوقت. فين؟ في وقت الدراسه. طيب مين عليه الدور الكبير في الموضوع ده؟ الام والاب. فانا بشوف الام والاب عليهم دور مهم وكبير جدا في انهم يخرجوا ولادهم بره حاله التوتر والقلق والعصبيه طول الوقت في الدراسه والامتحانات. هي فتره فعلا بتكون صعبه جدا، بس نقدر نعديها ونتجاوزها مع الوقت. طيب نعمل ايه؟ احنا المفروض ماشيين بسيستم طول الوقت في حياتنا، سواء من بدايه الدراسه الى ما لا نهايه. السيستم ده عباره عن ايه؟ عاملين جدول. يعني ايه الجدول؟ يعني فكره الجدول دي نفسها على فكره هي نظاميه جدا وحاجه محترمه جدا جدا. فاحنا لازم نعلم ولادنا من البدايه اصلا ثقافه الجدول، التايم، ان احنا كل حاجه ليها وقت. اداره الوقت نفسه. بالظبط، دي مهمه جدا. طب هو يعني ايه وقت؟ الوقت ببساطه هو عباره عن الفتره الزمنيه اللي انا بقدر اعمل بيها اي حاجه في حياتي. هذاكر في تايم، هتفرج على الفيلم في تايم، هعمل اكله حلوه في تايم، هعمل اي حاجه في وقت. ما ينفعش ان انا اعلم ابني اي حاجه بدون وقت، بدون ما احدد له بدايه ونهايه. اوكي. فالنقطتين دول مهمين جدا بالنسبه لي. طيب الاجازه جت هنعمل ايه؟ تبدا الام والاب يسالوا اولادهم انتوا عايزين تعملوا ايه في الاجازه؟ عايزين نروح فين؟ حسب بقى امكانيات الاسره عامله ازاي. لو امكانيات الاسره بيعرفوا يسافروا ويخرجوا ويروحوا مصيف اي مكان فيه بحر، فده هيبقى حاجه لطيفه جدا وعظيمه جدا. امكانياتهم بسيطه او متوسطه، فنقدر نعمل ترفيهية داخل القاهرة أو في المتوسط بتاع الاريا اللي فيها البيت أو فيها السكن، نقدر إن احنا نخرج ولادنا فيها رحلة نيلية في النيل، حاجات بسيطة ممكن نعملها. إن احنا مثلا نغير روتين البيت جوه البيت، نغير العفش، ننقل حاجة مكان حاجة، حتى غرفة الأوضة بتاعة الطفل ممكن إن هو يرتب أوضته من أول وجديد، لو في حاجات هو مش عاوزها يستغنى عنها. عاوزين نعمل أي تغيير، أي تجديد جوه البيت. قد ايه الحاجات البسيطه دي لو الام والاب عملوها مع اولادهم جوه البيت، لا دي بتعمل ريفريشمنت، بتخلي الدنيا لطيفه جدا، بتحسس الطفل ان في جديد، في تغيير، غير الحياه الروتينيه النمطيه اللي الطفل بيفضل موجود فيها طول اليوم. عاوزين تغيير، عاوزين تجديد، عاوزين مرح، عاوزين نفرح، عاوزين نفرح ولادنا، مش عاوزين طول الوقت عايشين في قلق انت لازم تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. طب واحنا بقى في رحله البحث عن المرح لاولادنا، هل في مساحه ان احنا كمان نستقطبهم تجاه الامور المفيده ليهم واللي هم بيزهقوا منها وما لهمش فيها قوي، زي القراءه مثلا؟ في
كتير برضو من الاهالي بيشتكوا من ولادهم. خلي بالك الاجيال الاجدد مختلفين كتير عن الاجيال القديمه، يعني الاولاد مختلفين قوي عن اهاليهم لما كانوا اطفال. ده زمن وده زمن، كل زمن بمفرداته بتفاصيله، بس مفردات زمان كان فيها مثلا قراءه. دلوقتي كل فين وفين لما تلاقي طفل من مثلا من الاطفال ماسك كتاب بيقرا فيه. فنحببهم ازاي في الحاجات المفيده بالنسبه لهم اللي هي في نفس الوقت هم مش مستهوياهم قوي، نعمل ايه بقى في الحكايه؟ هو ليه الطفل ما بيقراش؟ لانه اصلا ما بيشوفش الام والاب بيقراوا، فدي مشكله كبيره جدا. عاوز تعلم ابنك القراءه، انت ابدا بنفسك الاول، انت كأم ابداي بنفسك الاول، امسكي كتاب، امسكي جورنال، امسكي حتى التليفون وبصي على خبر معين، عادي ابنك جنبك وعلميه ازاي يبص على الخبر وازاي يقرا العناوين حتى على الاقل. نعلم ولادنا حتى مفاهيم القراءه البسيطه، حرف جنب حرف، ادينا كلمه، كلمه جنب كلمه، ادينا جمله، جمل مع بعضات، اديني محتوى. علم ابني حاجات بسيطه قوي وهو قاعد جنبي، حتى مش لازم كتاب، ممكن حتى القراءه على اللابتوب او على التاب او على اي جهاز موجود معايا. المهم ان انا ابدا اخلي ابني يشوفني وانا بمسك حاجه، بقرا خبر، بقرا حاجه. طيب ابني اصلا ما بيعرفش يقرا، يعني لسه صغير. مجرد ان هو بيشوفني انا، هو شايف قدامي انا بعمل ايه، الطفل مركز جدا في كل تفاصيل، في كل حاجه انا بعملها. فانا بشوف ان الام والاب لو بداوا بنفسهم في اي مهاره عاوزين يعلموها لاولادهم، هنا الطفل بدل ما اقول له قوم اقرا، لا ده انا هلاقي ابني هو بابا ممكن بس نشوف الحاجه دي، طب نبص على الخبر ده. ممكن على فكره الاطفال حتى لو مش عارفين يقروا ممكن يشوف اسمه فيشاور على اسمه، يقول اسمي اهو. حاجة اسمها كده ان الطفل بيشوف الاسم بتاعه فبيعرف يميز اسمه من اسماء او من كلمات كتيرة جدا. فاحنا نقدر نعلم ولادنا ده من خلال ان انا اكون قدوة ونموذج لابني طول الوقت. طيب بالنسبة في بعض التصرفات من الاهالي الموجودة وطرق حلها، لان اكيد انت معنيه بالملف ده، في اهالي ما بتشجعش الاولاد، ومش الاطفال انا بتكلم، ولادها حتى ممكن سن على فكره فوق العشرين سنه، دايما بيسخروا من افكارهم، دايما بيسخروا من طرحهم للاسئله. وبالمناسبه ده بيحصل في المدارس، يعني من واحنا صغيرين كنا نشوف برضو في بعض المدرسات او المدرسين اللي ما عندهمش ثقافه ان ممكن تقبل ان حد من الطلبه يسال سؤال مش ذكي. على فكره الاسئله المش ذكيه ممكن تنمي حاجه هو ممكن يكون جواه بيسالها لغرض او لفكره. فاحنا اتربينا مش كلنا بس معظمنا بهذا الفكر، اللي هو اخاف اسال سؤال لحد يتريق عليا، اخاف. انا بالنسبه لي كنت بقول اللي انا عايزاه، بس كان في جراءه شخصيه برضه، كان في شخصيه بتلعب دور يعني. انا كنت والله العظيم احكي لك ايه يعني، لا انا كنت شخصيه شويه قويه قوي وانا صغيره، بس على العموم كان معايا ناس كده، واكيد كل البيوت فيها كده. نخاف حتى دلوقتي على فكره، نخاف نقول راي غير السائد، نخاف نبقى الناس تقول لنا انتوا بتفكروا كده ازاي. دي حاجه متوارثه مش جايه النهارده وليد واحنا عندنا 30 ولا 25 ولا 40 جايين نغيرها في نفسنا دلوقتي، لا خلاص. فدي نحلها ازاي؟ نحلها من قبل التلامذه ازاي، او الطلاب او الاشخاص الصغيره في السن، الاعمار الصغيره. وبالنسبه للاهالي اللي ما عندهمش درايه ولا ثقافه، ده غلط تماما. هي في حاجه اسمها حب الاستطلاع عند الطفل، الطفل او دايما الانسان بيبقى حابب الحاجات اللي بيجهلها او الحاجه اللي هو مش عارفها، حابب يقرا عنها، حابب يشوفها، حابب يسمع كل ما هو جديد عنها. حب الاستطلاع او الشغف عند الطفل احنا لازم ننميه عنده من وهم لسه صغيرين. يعني دايما بنلاقي ان الطفل اي حاجه ملفته بالنسبه له، لون مميز يشاور عليه، حاجه عاوز يلمسها، حاجه عاوز يذوقها. فحب الاستطلاع، لا الاستطلاع ده ربنا هو اصلا خلقه فينا او خلقه في الاطفال الصغيرين. طيب لما الطفل يمسك الحاجه فيميز الحاجه دي ساقعه، الحاجه دي دافيه، الحاجه دي مالحه شويه او حاجه مسكره، هنا الطفل بنعلمه ازاي يبحث عن الشيء او يبحث عن الحاجه اللي هي بتستثير فكره. فانا بشوف ان استثاره الافكار دي عند الاطفال دي نقطه مهمه جدا. اي شخص او اي طفل موهوب او عنده مهاره او تفوق في حاجه معينه، هنلاقي نتيجه ان الام والاب شجعوا ده او كانوا دايما في ظهره، دايما بيزودوا عنده ثقته بنفسه، دايما بنلاقي الام والاب داعمين ليه طول الوقت. على العكس الام والاب اللي دايما ما تسالش في الحاجه دي، لما تكبر ابقى اسال، لما تروح المدرسه هبقى الاسئله الغبيه دي بالزبط. ايه اللي مش عارف ايه، دايما في انتقاد، دايما في سلبيه، دايما بنحسسه ان هو قليل، قليل قوي، او تفكيره اصغر من السؤال او الحاجه اللي هو اللي هو بيقولها دي، او تفكيره او سنه صغير عن المفاهيم اللي هو عاوز يبص لها دي. للاسف الامهات والاباء بيجهلوا ثقافه التعامل مع الاطفال. فنتيجه هذا الجهل
بنلاقي عندنا طفل عنده ضعف ثقة بنفسه، طفل دايما ممكن يسأل أي شخص تاني بعيد عن الأم والأب، لأن هو دايما فقد الثقة في أمه وأبوه، فبالتالي بيدور على بديل. فثقافة البديل دي مشاكلها كتيرة جدا، وده اللي بنلاقيه اللي هو الاستقطاب بقى. بنلاقي أشخاص بيستقطبوا الأطفال أو الشباب لأي بقى اتجاهات أيا كانت هي إيه، ده نتيجة إن هو ما لقاش الأم والأب اللي يقدروا يتعاملوا معاه، الأم والأب اللي مش عارفين يتجاوبوا مع مفاهيمه أو احتياجاته إيه. ما هو المشكلة برضو إن الأم والأب مش عارفين المراحل العمرية الخاصة بكل طفل، ما كل طفل بيمر بمراحل خاصة بيه، كل مرحلة ليها متطلبات سواء نفسية سواء اجتماعية تعليمية جسدية، كل الحاجات دي أو المتطلبات دي لازم أنا كأم وأب طول الوقت أعمل إشباع لهذه الاحتياجات أو هذه المتطلبات. لو أنا ما أشبعتهاش هو لازم يشبعها، فلو هو لو أنا لم يتم إشباعها بالطرق السليمة هيتم يشبعها بطرق ملتويه او باي طرق بس اخرى انا ما اعرفش عنها دكتور حاجه. دكتور وسام كلامك ده مظبوط جدا، وهي ثقافه للاسف يعني حتى موجوده عند بعض المدرسين او المعلمين. طبعا فكره الراي الاوحد الصح، يعني انا رايي صح، انا المدرس وانا رايي صح. طبعا انا كان عندي مدرسين كتير هتكلم عن نفسي، لا كانوا فعلا عندهم حته اللي هو لا يسمعك ويشوف وجهه نظرك، وفي مدارس كتيره كده لكن مش الكل كده، في مدارس بتعلم اللي هو انا بس رايي الصح، وانت لو انت وانت هتنظر عليا يا ابني، تقليل من الاراء المختلفه. ده بيخلق عندنا بعد كده ان احنا ما بنفكرش، ما بنديش لنفسنا الفرصه ان احنا يعني نقف عند حاجه ونحلها. ثقافه حل المشاكل بعد كده في حياتنا الشخصيه مش بتبقى موجوده، دايما عايزين حد يحل المشكله لينا، وده بالتالي بيكون الشخص الاقوى. حتى اللي هو عارف الحل ما بيعرفش يحل، لان هو ما عندوش ثقه بنفسه، ما عندوش ثقه بنفسه، دي مشكله للأسف كبيره ده جدا. كتير قوي كده. طيب انا عايز اخدك بقى لحته منطقه مختلفه حبتين، بس تاكدي ان المنطقه دي بتشكل هاجس لكتير من الاهالي ويمكن الاباء بشكل خاص، وهقول لك ليه او ايه وجهه النظر ورا الكلمتين دول. بقينا نسمع مؤخرا كتير من الناس بيبدوا الندم على ان هم ربوا ولادهم على المثل العليا والاخلاقيات اللي هم شخصيا اتربوا عليها. وجهه نظرهم في الموضوع ده ايه؟ ان احنا زماننا غير زمانهم. انا دلوقتي اخاف اربي ابني على الطيبه وعلى الكرم وعلى العطاء، احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا، والناس هتدوس عليه وتسيء استغلال طيبته دي. فالناس اللي بتفكر بالشكل ده تقولي لهم ايه وهم بيربوا ولادهم؟ يربوهم على ايه؟ هو الطبيعي ان في صراع بين الاجيال، بمعنى ايه؟ اكيد الجيل جدي غير جيل والدي غير جيل انا غير جيل الولاد الصغيرين، صح؟ ففي صراع دايما بين الاجيال. في حاجات متوارثه اللي هي العادات الاساسيه او الثقافه الاساسيه اللي لا يمكن تغييرها، دي ثوابت عندنا زي الثوابت الدينيه، تمام؟ او الاخلاقيه كمان، دي ثوابت اصليه فينا احنا. ولكن في بقى الطباع او العادات او الثقافه السائده في المجتمع دي اللي بتتغير مع الوقت، فده شيء طبيعي. ولكن انا ما اقدرش اقول لابني خليك شرس او خد حقك بدراعك او اللي يغلط فيك اغلط فيه، لا اكيد مش هو ده اللي الجمله دي بتتقال يوميا من كتير من الاباء. تاني مش امهات، اباء اللي هو خد مثلا حقك بايدك الاب بدراعك، جاي له ابنه مضروب من المدرسه ما خدتش حقك ليه بايدك، حاجه من الاثنين. بتلاقي الام دايما بتمشي في سكه انت المفروض تبلغ الوكيل المدرسه او الناظر او كذا، هو ده الصح. والاب رؤيته دايما ان انت تدغدغ الكلاس على دماغ اللي عمل معاك كده. لا طبعا السلوك ده غلط. المفروض احنا اي مشكله الطفل يتعرض ليها الاول انا بدي للطفل مساحه في ان هو ازاي يتصرف، ده نقطة مهمة جدا، لأن الأم والأب مش طول الوقت مع أولادهم. بيروح المدرسة، بيروح النادي، بيروح أي درس، بيروح أي مكان بالظبط. فلازم أعلم ابني ثقافة إن إزاي ياخد قرار في أي مشكلة يتعرض ليها. ابني هيجي يحكي لي، المفروض في ثقة بينه وبين ابني في أي مشكلة يتعرض ليها خلال يوم، هيجي يتكلم معايا فهيقول لي أنا اتصرفت في الموقف كذا وعملت كذا. تبدأ الأم لو التصرف كان غلط مش مناسب للموقف أو مش مناسب للتربية، تبدأ الأم تعدل وتقاوم السلوك ده وتقول له السلوك الصح اللي المفروض الطفل يعمله لما يتعرض للموقف ده. الطفل نفسه ممكن بيمر بصراع فظيع لان هو راجع مضغوط بين الاثنين، بين ده وبين ده، مش قادر يقول لباباه مثلا ومامته ان انا اتضربت، فبيكذب عليهم ويقول لهم ان انا كمان خدت. لا دي مشكله تانية خالص بقى، دي مشكله تانية. انت عمال تدخلنا في ملفات غريبه. والله انا كل دي هواجس اقسم بالله بتحصل، بس اللي اقصده احنا لازم العلاقه بين الام والاب وولادهم يبقى فيه ثقه. الثقه دي معناها ايه؟ ابني خلاص طول اليوم بره البيت، اول ما يرجع لي لازم يحكي لي على كل اللي حصل بره البيت علشان اقدر اعرف ابني بيتعرض لايه، بيتعرض لتنمر الكتروني، تنمر مدرسي، تنمر شخصي، تنمر ايا كان الحاجه اللي ابني بيتعرض ليها. بس دي مش سهله، خلينا نتكلم بشكل واقعي شويه.
دي مش سهله. ليه؟ لان حسب الشخصيه، في اطفال شخصيتهم متكلمين بيحكوا، في شخصيات انطوائيين وده تمرد، فما تقدريش تعملي ده. ما هي الام بقى بشطارتها وذكائها واكيد عارفه هي ابنها متربي على ايه او نوع شخصيه ابنها عامل ازاي، تبدا الام تعرف ايه اللي بيحصل لابنها طول اليوم بره البيت. فدي حاجه مهمه قوي. انا لو ما عرفتش ابني هيعمل ايه لما يحصل له موقف ايه، فانا ابني طول اليوم بيتعرض لمخاطر ومشاكل كتيره جدا، فانا نفسي انا هبقى مش مطمنه ابني يخرج لوحده. في امهات يبعتوا لاختك الكبيره، يبعتوا لاختك مش مشكله على فكره عادي، بس لازم اعرف واطمن على ابني يومه ماشي ازاي. اخدها بقى في حته انقح من الاول. لا كريم انت النهارده عميق. قولي مني التقيل جاي اهو، التقيل جاي. قول يا كريم. دلوقتي يا ست الكل احنا وصلنا لزمن بقت المخاطر فيه جايه لاولادنا من كل حد وصوبه زي ما بيتقال، متحوطين بمخاطر، وكواليتي المخاطر نوعيتها وكميتها لا تقارن بزمان. مع الحداثه ومع الانترنت بقى عندك دلوقتي مشكله بيعاني منها الاباء اللي عندهم اولاد في سن المراهقه تحديدا، اللي هي ايه؟ اللي هي موبايلاتهم ولابتوباتهم وايباداتهم في ايديهم 24 ساعه، وخايفين عليهم من خطر المواقع الاباحيه تحديدا. مظبوط. وده طبعا بيثير اكيد يعني شغف كتير من الفئه العمريه. هو ده بقى حب الاستطلاع والاشباع. طبعا. ايه اللي خلى الطفل يبص على الحاجات دي؟ لان هو صغير اصلا، المراحل الجنسيه المفروض للطفل الانسان بيمر بيها من الميلاد الى الرشد او الى ما لا نهايه. دي مراحل المفروض الام تقرا عنها حتى لو تعرف عنها معلومات عامه. كل مرحله لازم اعلم ابني ثقافه، مفاهيم بسيطه كده عن النواحي الجنسيه بشكل بسيط جدا، ومش يعني ايه احاول اشبع رغباته في الموضوع ده بشكل بسيط بدون التطلع لحاجه هو مش مناسبه لسنه. لان انا لو فضلت اقول له بلاش تتكلم في الحاجات دي، ما ينفعش تبص على الصوره دي، ما ينفعش تعمل الحاجه دي، هو طول الوقت انا عماله ايه، بدل ما احل المشكله انا عماله ازود عنده الرغبه في ان هو عاوز يعرف، عاوز يتعلم ويسال حد، يبدأ يدخل على اي موقع الكتروني انا ما اعرفش عنه حاجه. فالمفروض اتبع الطرق السليمه في ان انا اتعامل مع ابني في كل مرحله عمريه بتاعته. انا ما اقدرش امنع ولادي من انهم يخشوا على مواقع الكترونيه، او ان ابني ما يمسكش التليفون او ما يتفرجش على التلفزيون او الحاجات دي، لكن اقدر اعمل ايه؟ طول الوقت في توجيه وفي اشراف وفي طول الوقت انا مع ولادي. يعني انا ما اخليش ابني يقعد لوحده فتره طويله قدام التابلت او قدام التليفون او الحاجات دي. ممكن اعمل فيه برامج متابعه للتليفون او للتابلت او الحاجات دي، ابقى عارفه ابني بيخش يعمل ايه. الحاجات دي هتساعدني في ايه؟ ان انا ابني لو تعرض لاي موقع او اي صوره او اي حاجه من الحاجات دي اقدر اتعامل، ابدا اشوف الدنيا عامله ازاي. وعلى فكره احنا عاوزين نقول برضو للام والاب، لو لا اولادهم دخلوا بالصدفه او ظهر لهم حاجه بالصدفه كده، صوره معينه او حاجه مخله، بلاش اجري واروح اقول لابني بلاش تعمل الحاجه دي والحاجه دي غلط والحاجه دي ما تنفعش. ممكن اقوم واعدل السلوك ده بشكل غير مباشر عشان انا ما افقدش الثقه بينه وبين ابني. ما تعيروش يعني بالظبط. يعني بلاش دايما الامهات. بتعمل ازاي بقى الام؟ يعني ايه، هي الام برضو عارفه طبيعه شخصيه ابنها عامله ازاي. هو الموقف نفسه حساس، خلي بالك. انا عارفه، بس التصرف فيه اهم من ان انا اعدي الموضوع وخلاص. يعني انا اعمل ايه كأم؟ الصوره جت او الموقع جه، ابدا اشوف هل ابني دخل عليه صدفه ولا هو ابني بدا يتتبع المواقع دي. في فرق بين الاثنين كبير جدا على فكره. الحاجه الاهم ان انا اعمل نفسي مش واخده بالي. ليه؟ لان هعدل السلوك بشكل غير مباشر، غير لما انا اقول لابني ادخل معاه واشوف الموقع ده او الصوره دي. لا، انا في حواجز برضو مهمه يكون موجوده بينه وبين ابني، علشان هو لو حس ان الام بترحب بالحاجه دي او ما ادتنيش اي كومنت على الموضوع ده، ممكن الموضوع يتطور معاه ويحس ان ده العادي. هو يروح يوري والدته اللي هو بيتفرج عليه؟ لا، ما قلتش كده. ما يعني هي لو انا يعني ده هيحصل ازاي يا فندم اللي حضرتك بتقوليه؟ انا بقول لحضرتك ان الصوره نفسها هي عامله كده ثقافه، خدي فكره مش الحاجه نفسها، عشان تتجاذب اطراف الحديث. فاهم قصدي؟ مش بالمنطق ده، مش بالمنطق ده، ولكن اقصد ان هي تبدا تتصرف معاه بشكل غير مباشر. هي دخلت شافت الموقع ده بشكل، تعرف ابنها دخل الموقع ده هو عاوز يخش بانتظام ولا مرة ولا صدفة. حاجه صدفه كده ظهرت قدامه دخل على الموضوع ده. أوكي. تبدا نعمل الحاجات دي ازاي بقى؟ تبدا الام من خلال ان هي تراقب ابنها طول الوقت. كمان حاجه مهمه قوي ان احنا نشغل وقت فراغ ولادنا. ايه اللي بيخلي ابني يخش يبص على الحاجات دي؟ ان هو عنده وقت فراغ. انا ابني طول ما هو عنده وقت فراغ هو هيبدا يبص على الحاجات دي والحاجات دي والحاجات دي ويشغل وقته بحاجات سلبيه. انا لو شغلت وقته هو لو بيقرا، لو بيروح النادي، لو معايا طول اليوم بنعمل حاجات جوه البيت، في انشطه ترفيهيه كتيره قوي بنعملها، هو اصلا مش هيكون عنده وقت ان هو يبص على اي حاجه تانية. صحيح. طبعا اي حد رياضي، اي حد موهوب، طبعًا. اي حد عنده ثقه بنفسه وعنده علاقه قويه بين امه وابوه، عمره ما يفكر انه يبص لاي حاجه من الحاجات دي.
لا ممكن يفكر، بس مش هيبقى بالطريقه اللي هي فيها اوبسيشن او يبقى عاده عنده. ممكن يفكر اوت اوف كريوزيتي يعني، لكن مش هتبقى حاجه بعد كده تشده بالزبط. لكن طبيعي يبقى فيه كريوزيتي. طب بصي بقى، انا هروح معاكي لنقطه مهمه جدا جدا فضل. وده لو ليها حل. بنشوف دلوقتي للاسف الشديد الفيديوهات مختلفه لشباب 16 18 سنه واصغر في الساحل الشمالي وغيره، تحديدا شفته كذا مره في الساحل. وبجد لما بشوف الاطفال دول او الشباب دول بيتكلم، غير ان انت بتقارني نفسك اللي هو جيل اخر الثمانينات او التسعينات او حتى السبعينات او غيره، بتلاقي احنا تربينا بطريقه وتربينا على مبادئ معينه، ودلوقتي اصبح الموضوع يعني بجد بيصعبوا عليا. انا بكلمك بجد، اللي هو انا دلوقتي عايز اطلع كلامي العربي مكسر، انا عايز ابين ان انا غني جدا معايا فلوس، ممكن اكون ايه بابا مستلف عشان يجيبوا عربيه مثلا حلوه او عامل قرض، بس هو لازم يبين ان هو يعني بنعيش عيشه مش بتاعتنا، ومتخيلين ان الطريقه دي هي اللي هتحطنا في المجتمع نبقى مقبولين واحنا كده جامدين قوي. انا بيصعبوا عليا لسبب ان احنا بنربي شباب فيك. انا لما باجي احنا كلنا سافرنا العالم كله وعندنا اصدقاء من العالم كله، ما بنشوفش ده ابدا، ونعرف اغنياء ومليونيرات وعائلات كبيره جدا في امريكا وفي اوروبا وفي دول عربيه، عمرهم ما بيربوا او ما بنشوفش ولادهم كده، بنشوف البساطه، بنشوف ناس طبيعيه بتتكلم. هو انا ليه لازم اتكلم؟ على فكره انا بتكلم انجلش وبتكلم فرنش، بس مش لازم اتكلم انجلش وفرنش وانا بتكلم مع الناس عربي، يعني ما احنا في مصر. ليه دايما ده موجود؟ وللاسف دول نتاج تربيه بهذا الشكل، ان انا عشان ابقى راقي انا لازم اتكلم واعوج لساني واعمل حركات معينه يعني. وبعدين الفيديوهات اللي اتعملت، انا اسفه بطول، بس في فيديوهات اتعملت لبعض البنات، واحده بتتكلم على كابن وب 10,000 في الليله، هي اصلا تنطق كابن غلط، يعني بتقول لك الكابن. طب لو انت تعليم رائع اعرفي الفرق بين البي والبي، وبعدين تطلعي بقى قولي لنا ب 10,000 جنيه في اليوم. ممكن تبقى كابن يعني في شاطئ المنظره السياحي. خلي بالك احنا مش عارفين، احنا مش يعني حاجه بقت لها طاقه. على فكره بتقول لك عايزه فعلا الصراحه هو فعلا بيحصل فيديوهات كتير على السوشيال ميديا كتير. لا لا شيء بقى الحاجات دي على فكره موجوده يعني من زمان. زمان حتى في العائلات الاستقراطيه اللي بيروحوا مثلا مصايف بره مصر وجوه مصر والحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها موجوده يعني. في طبقات، طبقه كده وفي طبقه متوسطه والطبقه العاديه خالص. طيب ايه اللي خلى الموضوع يظهر بالشكل ده؟ السوشيال ميديا اللي حركت كل حاجه، يعني كل الحاجات دي موجوده واحنا عارفينها، حتى لو انا ما بروحش الاماكن دي فانا اسمع عنها وعارفاها وبشوفها في التلفزيون. ايه اللي خلى الدنيا تبقى منتشره قوي والناس تطلع تتكلم وتقول انا رحت وجيت وعملت واو والحاجات دي كلها؟ السوشيال ميديا، ان انا دايما طول الوقت بصدر ان انا في منتهى السعاده ومنتهى الرفاهيه. انا عايزه اخد الابروفل من المجتمع، انا عايزه اخد اللي هي اسمها ايه، القبول المجتمعي. القبول المجتمعي، انا عايزه مجتمع ابقى كده، انتوا تمام، انتوا عيله كده، ان يعني انتوا كده عيله كويسه او عيله بالمصطلح. هما بيلاقوا القبول من ناس من فئه معينه من المجتمع دي، مش من كل الفئات جوه المجتمع. يعني كل فئه بتتقبل الحاجه دي، في فئات ثانيه تقول زي ما حضرتك قلتي هي شايفه نفسها على ايه، هي ما هو اصل انا يعني لو بصيف ومعايا فلوس انا طالعه انبسط يعني طالعه اشو اوف بايه؟ ما ده الحياه الطبيعيه بتاعتي. الدافع القوي الا لو انت كنت من ليفل تاني وطالعه دلوقتي مؤخرا فيعني فرحانه بحاجه معينه. كل الناس على فكره بتشير، حتى الناس اللي ما بيصيفوش وهم قاعدين جوه البيت او قاعدين في مصيف عادي. لا دي حاجه بيشير صور برضو. الاكسبوجر بتاع حياتنا البرايفت لايف حياتنا اتغيرت. يعني فكره البحث عن الواجهه الاجتماعيه حتى لو كانت باساليب زائفه وادعاء حاجات مش حقيقيه، ما دي برضو امر تاني. ممكن تبقى هي حياتها نفسها هي كده، حياتها كلها رفاهيه ودايما هي عرضها سوشيال ميديا ده نوع معين، غير لما انا دي مش حياتي فانا طالعه اظهر افضل ما عندي وافضل ما عندي عشان اظهر بشكل مختلف قدام الناس. هلاقي الناحيه النفسيه مختلفه كتير قوي. اللي حياتهم كده ما بيعملوش كده، يعني مليونيرات المليارديرات الناس الناجحين جدا ما بيعملوش كده، ده العادي بتاعه. اللي بيعمل كده اللي بيبقى يعني مثلا فنانه اتشهرت مؤخرا اتجوزت حد في نقص في الشخصيه فانا عاوزه اطلع ده النقص اللي اعوض اللي فات. لا حاجه صعبه جدا. حاجه كمان برضو اعتقد ان كلنا ممكن نكون شفنا لها مظاهر مختلفه يوميا في حياتنا. اتفضل. انا في مره من المرات كان ده من مثلا سنتين ثلاثه، كنت معدي من يعني شارع جانبي كده متفرع من شارع رئيسي في منطقه يعني في الجيزه، تمام؟ وبالصدفه البحته وانا معدي قدام، وانا معدي في الشارع ده كان شارع فيه مدرسه اعدادي، مدرسه بنين اعدادي يعني. وبالصدفه البحته يا نهاوند انا معدي قدام باب المدرسه في وقت خروج الطلبه، حلو؟ وقت جرس اللي هو المروحه، فانا معدي قدام الباب وهو بيتفتح. اقسم لك بعزه جلاله الله اللي طالعين من المدرسه دول ما ينفعش يكونوا طلبه وما يصحش يكونوا اطفال. ليه؟ دول هجامين شقق طالعين.
الله، دول مش طبيعيين. جمل قاسية قوي يا كريم. والله يا لهواد زي ما بقول، بلاش الجمل القاسية دي. خلي بال حضرتك حتى على سبيل المرح والدعابة بيهزروا مع بعض، يلا يا اللي خالتك مش عارف ايه، ويا اللي بيقولوا لبعض. منين بقى جاب ده؟ منين؟ لقاه في البيت، يا اما لقاه في البيت يا اما من الافلام والتلفزيون والسوشيال ميديا والافلام والمسلسلات. حل ده ايه؟ خلي بالك حتى بعيدا عن الواقعه دي، كتير من النواصي بتلاقي شباب صغير متلطع عليها وباعلى الاصوات بيقولوا لبعض الفاظ كلام والفاظ مصطلحات. ايه حل الظاهره دي برضه؟ ثقافه المجتمع، ايه اللي خلى ان الجيل الجديد دايما كده؟ هتلاقي مثلا ان الاسره بقى فيها هدم، الهدم جه منين؟ مفيش تربيه، نتيجه ايه؟ ان الام بتخرج للعمل بتشتغل عشان نقل اقتصاديه. هقول لحضرتك بس ثواني. واما طبعًا. الاب طول اليوم هو كمان بيشتغل عشان نعمل مستوى اقتصادي على الاقل، مش وقت يربوهم كويس. بالظبط. طب انت وجهه نظرك ايه مختلفه؟ ثواني، هي قصدها على خروج المراه للعمل. اتفضل اتفضل. انا معناها تخرج، والله ما اقصدش انا حاجبني سن معين. الله، حوار صحي جدا. هي تخرج للعمل بس في وقت معين، اكون انا ربيت ابن تربيه سليمه لحد 8 سنين، ده مهم جدا الام تكون موجوده في تربيه ولادها، بعدين تخرج بقى تشتغل زي ما هي عاوزه. يعني انا حطيت رولز وقواعد اساسيه في تربيه ابني، لكن مش انا خلفته ويا دوب قعدت 6 شهور ولا اجازه سنه وبدات انا اخرج ارجع لشغلي، شغلي ومين هيربي ولادي؟ انت حضرتك فاهمين ده اللي انا اقصده. الحاجه الثانيه، التلفزيون او افلام الكرتون او الافلام بشكل عام او الدراما التلفزيونيه، دي من اهم العوامل اللي بتشكل عندي المفاهيم السلوكيه او المفاهيم التعليميه عند الاطفال. الحاجات دي كلها بقت فيها اختراق بشكل كبير قوي. الالفاظ والمصطلحات دي الاطفال ما اتولدوش بيها، دول اكتسبوها من الناس اللي حواليهم. اديكي مثال. ها. الجيل اللي هو بتاع الابيض والاسود كان مين الممثلين؟ احمد رمزي، رشدي اباظة، الناس الراقيه، احمد مظهر. شفتي دول كانوا بيمثلوا هم شباب ازاي؟ طيب دول لما في اطفال في الوقت ده كانوا بيكبروا، كبروا على الدراما والسينما دي، الرقي ده. احنا بقى الاطفال عندنا بتكبر على ايه؟ مع الفوارق طبعا، طبعاً. للاسف الشديد. فده عامل نموذج كبير. البلطجي ونموذج exactly. الكذا اللي احنا هنقعد نتكلم عليه ومش هتلاقي حل. هو ده الدراما فعلا، الدراما هي ليها دور مهم وكبير جدا. بس خلي بالك وتفكك الاسره من اهم الاسباب بتخلي الولاد دايما الفئات العمريه الاصغر سنا شويه. دلوقتي احنا وصلنا لمرحله المصيبه السوداء، الموضوع ابعد بقى من موضوع الدراما. احنا دلوقتي دخلنا في مرحله ان بقى في مناهج دراسيه في دول الغرب، تمام، بتدعو وبتكرس لامور معينه، منها تغيير الهويه الجنسيه ومنها ترويج المثليه، وبتمنع حتى بيناقشوا حاليا قوانين رادعه للاهالي اللي تعترض. يعني بص احنا وصلنا فين؟ بس بره مجتمعنا، بره مجتمعنا. لما تبقى اكبر شركه انتاج، موضوع شعب جامد بيوسع قوي. لما تبقى اكبر شركه انتاج لافلام الانيميشن وكرتون للاطفال، بتقول للعالم وش كده، اعملوا حسابكم ان الفتره الجايه في هتشوفوا كوارث مثليه في افلام الكرتون. نعمل ايه؟ خلاص. انا بصي انا فطرحت المصيبه السوداء ومستني منك حل. بتهيألي مفيش ليفل اخر. خلاص خلاص بقى، ما بدهاش يا ست الكل، ما بدهاش. انا بشوف هو ما نقدرش نقول هنمنع اولادنا انهم يبصوا ويسمعوا الحاجات دي، ده صعب جدا على فكره. العالم بقى مفتوح قوي، ولادنا كده كده لو ما سمعش مني هيسمع من غيري، تمام؟ نبدا نتكلم مع اولادنا بشكل بسيط كده، ان في ناس بيتكلموا عن حاجات معينه، الحاجات دي ديننا بيمنعها وبيرفضها، والحاجات دي اصلا اضرارها كتير جدا على الانسان، وما دام ربنا ما شرعهاش يبقى كده الحاجه دي مضره لمين؟ للانسان. ده الموضوع ببساطه. الحاجه الثانيه بقى، دايما نشغل وقت فراغ ولادنا، دي حل اي مشكله ابني بيتعرض ليها. انا لو ما شغلتش وقته هتلاقي عندي مشاكل كتيره جدا ابني بيتعرض ليها. مشاكل في النوم، بينام كتير قوي، اما بينام طول النهار وبيسهر طول الليل، يا اما بياكل كتير قوي يا ما بياكلش خالص، ليل ونهار قدام التلفزيون او ماسك التليفون، يا اما بيصاحب ناس اكبر منه في السن قوي، يا اما بيصاحب ناس قليله عنده في السن قوي، يا اما بيصاحب بنات، يا اما في مشكله عندي، يا اما ابن انطوائي بشكل كبير قوي او بينفتح على الناس بشكل كبير قوي. كل الاضطرابات والمشاكل اللي كل الاطفال بيعانوا منها نتيجه عدم ان انا اشغل وقت فراغ ابني بحاجه ايجابيه او حاجه ان هو يستفاد منها وتعود عليه بالنفع. طبعا. ايه ده الاختصار بتاع شوف انت مشغل وقت، مشغل وقت فراغ ولادنا عشان شوف انت طرحت ملف شائك على انا هقول ايه جدوة. لا انا بهزر معاك. لا بجد والله، اي حاجه بجد والله، اي حاجه اشغل وقت فراغ ابني. اغتنم صحتك قبل ايه؟ سقمك. اوكي. اغتنم وقت الوقت بتاعك قبل وقت فراغك. حاول طول الوقت ان احنا نعلم ولادنا حاجات جديده، اتعلم برنامج جديد، اتعلم رياضه جديده، حتى نغير كل شويه اي حاجه في الشقه، يغير هدومه، ننزل نتمشى في الشارع. بص على حاجه يا دكتور وسام، هقول لك على حاجه. انا رايي ان التربيه تكون
اربي صح، بمعنى ان انا لو ربيت صح، احنا قالينا ربونا وكل واحد طبعا حسب تربيته، بس مهما كانت اغراءات الحياه هي هي خلاص انا رافض حاجات معينه، قعدت في مصر، سافرت عشت لوحدي في امريكا، اهلي عندي الرولز القواعد بتاعتي اتربيت عليها. اكزاكتلي. فلو انا اتربيت صح، لو حطيتني فين انا برضو همشي بالاسس اللي انا اتربيت عليها. فهي دي النقطه، دي هتوفر علينا بقى ان انا اقعد اراقب واقعد اعمل واقعد اشك في ولادي واقعد، وفي نفس الوقت لو الطفل عرف ان اهله بيراقبوه دي كارثه سودة، هيفقد الثقه في الناس كلها مش بس في اهله، دي وحشه جدا. هو طبيعي ان في ثقه بين الطفل وبين الام والاب، ده شيء اساسي. بيبدا من امتى؟ بيبدا من وقت السنين الاولى من عمر الطفل، من وقت ما الطفل طول الوقت مع الام والاب، في ان هو يتعلم ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يلبس، ازاي يمسك اي حاجه، ازاي حتى يقعد وبعد كده يقف وبعد كده يمشي. كل الحاجات دي لازم يكون في دايما ثقه بين الام والاب، عشان ابني لما يكبر عندي ويتعرض عندي لاي مشكله يبدا يرجع لمين؟ للام والاب، ما يرجعش لاي طرف خارجي الطفل يتعامل معاه. ويثق ان امه وابوه مش هينشروا الموضوع وفي نفس الوقت هيساعدوه، لان في دلوقتي مثلا المشكله تحصل نكلم خالتي، نكلم عمتي، ندخل اطراف في المشكله، فتصل المشكله بدل ما كانت صغيره تبقى المشكله كبيره. دي حقيقه. بحكم تخصصك، الى اي درجه ملاحظه ان التربيه دلوقتي بقت فعلا صعبه بالمقارنه بزمان؟ يعني فكره تربيه ولادنا مش بالساهل. هي فعلا بقت صعبه جدا، وعلى فكره التربيه طول عمرها صعبه، طول عمرها صعبه، بس الفكره في ايه؟ الضغوط النفسيه والاقتصاديه والاجتماعيه اللي احنا بمر بيها دلوقتي اصعب من زمان قوي. دي من ناحيه، بس من ناحيه ثانيه مخاطر زمان لا تقارن بمخاطر دلوقتي. يعني كان زمان اغلب مخاوف الاباء محصوره الى حد كبير في حاجتين، اصدقاء السوء وادمان المخدرات، لكن دلوقتي بص احنا اتكلمنا كم خطر، مخاطر كتيره جدا. ولكن هو فعلا نتيجه الانفتاح على المجتمع، وان احنا بنسمع كتير قوي وبنشوف حاجات كتيره قوي ومفيش ضوابط عليها، فده اللي خلى فعلا ولادنا استقطابهم اسرع واسهل من زمان بشكل كبير قوي. فالموضوع فعلا اختلف دلوقتي عن زمان بشكل يعني 360 درجه. فعشان كده الام والاب عليهم دور مهم وكبير جدا، انهم في السنين الاولى من عمر الطفل لازم يكونوا دايما يعني ايه، يحطوا الرولز والقواعد الاساسيه في تربيه الاطفال، عشان بعد كده يرتاحوا نفسيا من اي مشاكل ممكن الطفل يتعرض ليها. ده بالنسبه لكلامنا ده كله بالنسبه للاهالي اللي هي بتربي، في اهالي بقى ما بتربيش اصلا، فده ملف تاني. عايز حلقه بيربوا بس بيربوا غلط. لا ده لو ربوا، ده لو ربوا والله بيربي بس بيربي غلط، اللي بيسيب ابنه في الشارع واللي مش موجود اصلا، والاب اللي هو اساسا مش غايب واللي مطلق واللي مش موجود، وكوارث كوارث كوارث موجوده في بيوت مختلفه. يعني دي عايزه بقى ايه، يعني حلقه تانية لوحدها، لان دي برضو مشكلة ظاهرة ومشكلة كبيرة المجتمع عندنا للأسف الشديد بيواجهها. دكتور وسام نورتينا وبعدنا معاكي بالملفات بس كلها ملفات مهمة، مهمة شكرا جدا لي. بصراحة نورت الدنيا كلها، بنشكرك على وجودك معانا وان شاء الله نشوفك على خير قريب. أكيد إن شاء الله. ميرسي أوي، شكرا. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني وآخر فقراتنا الحوارية، خليكم معانا.